اليوم حابين باش نكونوا معاكم في قلب الحدث. لاحظنا اللي وعشنا فيضانات ولايه نابل في المده الاخيره. الفيضانات هذه مرت بسلام ان شاء الله، نقولوا احنا باخف الاضرار، ولكن اضرارها راهي وصلت حتى للمنستير. الاضرار هذه تتمثل في اوساخ ومعدات حتى منزليه وكارثه بيئيه فعلا تعيشها اليوم شطوط المنستير. هذاك علاش اليوم احنا باش نواكبوا معاكم حمله النظافه اللي تشرف عليها بلدية المنستير، وكذلك بتظافر جهود مختلف الإدارات والمجتمع المدني لم يغب عن هذا الحدث. كلمة مع السيد محمود بنواس مدير إدارة النظافة والمحيط ببلدية المنستير لتشخيص هذه الحالة، حالة شطوط المنستير اليوم اللي عاشت فعلا تقريبا كارثة بيئية ما عاشتهاش من زمن طويل. خليكم معنا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، بارك الله فيكم على موكبتكم للحدث اليوم بمدينة منستير اللي هو حملة نظافة جهوية على اثر التقلبات المناخية الاخيرة، وخاصة فيضانات مدينة نابل. ونترحموا بالمناسبة على الشهداء الفيضانات الاخيرة اللي وفاهم الاجل. اليوم مدينة منستير للاسف معناها فواضل الفيضانات الكل تلمت على سواحل مدينة منستير الكل. هذاك علاش بعد الزيارة الميدانية اللي أداها السيد والي منستير بمعية الإطارات الجهوية وممثلي بلدية منستير من مجلس وإدارة، ارتأوا أنه القيام بحملة فورية جهوية لإنقاذ أو للتقليص من حدث ما جلبته سواحل مدينة منستير. وهيك بتشوفوا اليوم تقريبا جل الإدارات الجهوية وجل بلدية ولاية منستير متواجدة في الحملة الجهوية هذه لتنظيف شواطئ مدينة منستير. فما بعض مكونات المجتمع المدني اللي كانت حاضرة منذ صبيحة اليوم، وزعنا المعدات على كامل سواحل مدينة منستير من شط القرعية، شط مارينا، شط السويني، شط النخيل، شط الرئاسة، والمنطقة شواطئ المنطقة السياحية. إن شاء الله يقدرنا ربي ونكملوا معناها الحملة متاعنا اليوم اللي هي بالتأكيد ما زالت متواصلة، باعتبار وأنه الرياح ما زالت تجلب في الفواضل هذه، فواضل بجميع أنواعها. وأعتقد أنكم صورتوا الفواضل هذه وما جلبته المياه، شفنا ظرف هندي، شفنا معدات منزلية، شفنا شجر، شفنا يعني معناها فوالا دي باراشوت نتاع كرهب، فبرشا معناها جميع أنواع الفضلات اللي شفناها اليوم. فبتضافر جميع الجهود سواء الإدارات الجهوية أو البلديات وكذلك المجتمع المدني، إن شاء الله نخلطوا باش نرجعوا شط المستير وشواطئ مدينة مرسير للحالة اللي كانت عليها في السابق. محمود، حبيت نقول اسكو الحاله هذه تشمل الا شطوط المنستير او كذلك بعض المدن كما صيدا كما خنيس كما غيرها؟ كنت تعطينا فكره. المعلومه اللي عندنا هو انه شواطئ مدينه منستير اللي هي اكثر ضرر من الشواطئ الاخرى. باتصالنا ببلديه سوسه اعتقد انه شواطئ بلديه سوسه معناها ما فيهاش كميات كبيره، لكن الاكبر متضرر من هالفيضانات هذه هي شواطئ مدينه المنستير. شكرا. Thank you.
واحد من الشبان المتبرعين من المجتمع المدني اللي حاب يواكب هالحملة هذه، حملة تنظيف الشواطئ مناسير من مخلفات فيضانات نابل، باش يحكي لنا البارح بالضبط على بعض الحاجات اللي ممكن خرجها البحر وهما جمعوها. السلام عليكم. بعض الحاجات اللي خرجها البحر عندنا حاشاكم لبسة لسان يبسال خرجت لنا، لأنه خرجوا لنا ديودورون شامبو بارفانات وبنك زادة وصالة كاملة نتصور خرجت غير مش في ناس. والأكثر من ذاك زازة عروسة، هبطنا لهنا زازة عروسة منو كنستروات و مقربتين. لا مش مقربتين، كليهم البحر ما لرزمو شي يضحكوا ولا محالة، ما ذيك تونس الله غالب. هو مش بالحق مش حاجه ضحك، ولكن ما بين حاجات الطريفه ربما اللي يقذف بها البحر. البحر يعطي الحوت يعني، لكن في المسيره هو عطى برشا حاجات. مو حاجه عطى برشا حاجات، عطى زيز، عطى دباب الزيت، عطى كل شيء، معناه معون كوجينا، يعطي كل شيء، ما يعطيش كان الحوت. البحر في تونس يعطي كل شيء، معناه يعطيك حتى باراشوك نتاع كهرباء، ويعطيك بحكم الفيضانات بحكم الفيضانات وشيء من الله وشيء من عبد الله كما قلت لك من بكري. معناها كان جانا ننظفوا في بلادنا، معناها راهو البلاد لاباس، معناها شيء من الله شيء من الفيضانات وشيء من العباد اللي تمسخ في البلاد، معناها طايش البوبيله وين يجي، طايش الزبله وين يجي، كله باش يتصب في البحر كي تصير حكايه هيك. ان شاء الله ربي يهدينا لبعضنا، والسلام عليكم. Thank you.